ضربين زين دنا تحية من جديد أو جديدات. ترحب بكل السادة مشاهدينا الكرام، كل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوب تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال العاجل. وعلى المباشر جوج ديال الأشخاص، واحد في سيارة في طوموبيل والثاني طاكسي. شوفوا ديال الطاكسي، يعني كاين واحد الصراع هنايا وتدخل رجال الأمن الوطني، رجال الشرطة يدخلون على الخط بشارع الحسن الثاني بمدينة بني ملال. متابعي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فكيف ما كنشوفوا وصول وسيارة الإسعاف، هنا رجال الأمن الوطني وصلوا لعين المكان. كما قلت يعني متابعي قناة الشعب، قناة شوب تي في، رجال الأمن الوطني متواجدون هنا، يعني حضروا لعين المكان بملتقى شارع الحسن الثاني الرئيسي. فهذه كان صراع بين أشخاص في هذا الشارع وتدخل رجال الأمن الوطني. متابعي قناة الشعب، قناة شوف تي في، كيف ما كنشوفوا البث المباشر، وصول سيارة النجدة، رجال الشرطة حاضرون هنا لفك هذا النزاع وكذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. أذكر كنتواجدوا في أمام مقهى الورود بالضبط بمدينة بني ملال في تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع ابن خلدون. كما قلت يعني كان صراع بين أشخاص هنايا، سائق السيارة، شوفوا هذا الطوموبيل، وكذلك عدة أشخاص، كان عراك من بزاف ديال الناس بمدارة ديال ملتقى شارعي الحسن الثاني وشارع ابن خلدون بمدينة بني ملال. فكيف ما كنشوفوا على البث المباشر وصول وحضور رجال الشرطة لإجراء المعاينة اللازمة وكذلك لاتخاذ ما هو مناسب، ما سيرونه مناسبا في هذا الشأن في هذا الإطار. متابعي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فحضور كثيف لرجال الأمن الوطني هنا في هذا الشارع. متابعينا مشاهدنا الكرام، لحفظ النظام العام بطبيعة الحال ولتطبيق القانون. هادشي اللي وقع هنا متابعي قناة الشرق، قناة شوف تي في، إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.